أحصيكم يقول أن امرأة أجرت عملية منظار في الرحم وبعدها صار الدم ينزل منها، فتسأل هل لها أن تصلي أم لا؟ نعم، إذا قال الأطباء إن هذا أثر عملية وليس من باب الحيض، فهذا دم فساد، تصلي معه وتصوم ويأتيها زوجها إن شاء، إلا إذا جاء وقت حيضها. فإذا جاء وقت حيضها وهي لا زالت من أهل الحيض فإنها تمسك حتى يمضي وقت الحيض.